طيب احنا عايزين الاول كده نبارك للانجاز اللي عمله فريق كره السله في النادي الاهلي بفوزه ببطوله البال. طبعا اداء كويس جدا، عظيم جدا، واداره محترفه، اداره فنيه واداريه ادت الى الفوز. رايك ايه هند؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرت انجاز كبير لكره السله المصريه، انجاز كبير للنادي الاهلي اللي بيعيش ازهى فتراته مع كره السله بفضل طبعا اوجستي بوش، طبعا مدير فني عبقري. تشوفه واقف على الخط النهارده، الراجل بيغير زي ما هو عايز مع مجموعه من اللاعبين. الاداره وفرت له ايضا مجموعه مميزه من اللاعبين المحترفين قدر يضيفهم للمشاركه معاه في البطوله. لا طبعا نجاح كبير جدا سواء لاداره النادي الاهلي او الاداره الفنيه ولقطاع الالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي بشكل عام. يتبقى له فقط بس يعني انجاز في كره القدم، وتبقى السنه دي سنه ناجحه على كافه المستويات والالعاب داخل النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله.